السلام عليكم أصدقائي من جديد على قناتنا شادي جو. اليوم معنا أصدقائي سلسلة جديدة صراحة فكرت فيها إني أسويها، وهي سلسلة الروم العشوائي، إني أدخل على الروم ألعب ضدهم بدون ما يعرفون ونسوي عليهم المبارزة. لكن يا أصدقائي صراحة حابب أجرب مجموعة اليوم جدا قوية ومش معروفة حاليا في الميتا، وهي مجموعة الفاندر. طبعا مجموعة الفاندر دي أصدقائي جدا جدا قوية، رح نكتشف الآن هذا الشيء، هل هي بالسهل أنك تجيبها؟ رح نعرف في سلسلة الروم العشوائي. ما أطول عليكم أصدقائي، Let's go. تمام يا أصدقائي، خلينا الآن ندخل روم ونشوف هل ممكن بإمكاننا ندخل فيها ولا لا. فندخل هان، هل ممكن يدخلنا؟ ممكن يدخلنا ولا لا؟ جو دخلنا، جميل جدا. شفنا الآن شخص ما بيلعب لحتى نلعب معه، تمام. طبعا راح ألعب بمجموعة الفاندر دي أصدقائي اللي مش معروفة في الميتا، هيك يعني أفاجئوا فيها. أوكي لنجد واحد، not bad. Let's go. خلينا نشوف كيف راح نلعب معهم ونصدمهم بمستوى العرب. Let's go. شكله عم يلعب البلاك وين. تمام. راحةً راح جيب ليفل 6. سوي هاي الحركة. وأنهي دوري. طبعاً معي حماية ومعي كل شيء، لكن أنا ما بدي أسوي كل شيء في دور واحد لفرضاً إنه معه كثيرة، فهيك كافي. طيب يضع بطاقة مقلوبة. نشوف شو ممكن يعمل، ممكن يساوي. طبعا اذا عجبتكم هذه السلسلة اصدقائي اتمنى تحكولي. في طبعا لسه السلسلة القديمة اللي هي سلسلة صعود ملك اللعب بمجموعات مختلفة، ما سحبت عليها، يعني ما تنسوا هذا الشيء، انا ما سحبت عليها. فانتظروا من الفيديو الجاي وممكن يكون على مجموعة الفاندر، نصعد في مجموعة الفاندر رينك معين. وحاليا نحن الان تقييمنا الرينك لينج 3. نشوف هذا صديقنا شو ممكن. طبعا بامكانه الان يجيب سينكرو ليفل 7، ممكن يكون البلاك وينج ولا بلاك روس دراجون. راح يجيب لي، لا يجيب لي ساموراي ديسترويير. صراحة ما راح تتفعل، فراح افعل الاورجين حتى افعل قدرتها. هلقيت بفعل قدرتها على اساس انه بس يعني اسوي سيرتش والشغلات هاي. تمام، راح اجيب هاي ليدي وارمي للمقبرة اللي تعمل بانش للترابات. تمام تمام. اوه جميل جدا. طبعا رح ساوي هاي الحركة. اجيب سلاير. تمام. بس لشوف شو هي البطاقة اللي فيها. اوكي نعمل كده، نجيب ليدنا ليفل 8. لو هاي الحركة
نرمي الفان، نرمي الريتل بالمقبره. اوكي هلا نساوي كده بليفل 8 طرق انه نعمل بانش لهاي وبانش لهاي. اوكي طبعا جميل جدا، قطعت الكهرباء. واو يا شادي، هنفع الاكتيفيت نشيل له التراب الموجود هان. Let's go نهجم. اوكي اوكي نشوف الان صديقنا شو ممكن يعمل. طبعا راح تلاقوا الاضاءة الان اختفت بسبب انه الكهرباء قطعت، وهذا الشيء السيء جدا صراحة بغزة. فاتمنى تقدروا تعبي يعني، تقدروا كل شيء، حط زر اللايك. اوكي ليتس جو. طبعا الريتل هذا بيحمي هاي من حمايه لما تتدمر، لانه الكونتينيوس هذه جدا جدا ممتازه للريتل. تمام راح يجيب الان سينكرو ليفل 8. طبعا هذه المجموعه عجبتني كثير اللي هي الاتروك. اوكي بيجي نوري ما عنده اي فرصه. تمام انا نشوف شخص اخر نلعب ضده بالمجموعه هاي. طبعا اذا حابين اشرح لكم المجموعه خلينا نلعب ضد هذا القوي، يعني يكون مستوى جدا ممتاز ضد بجانب. اذا عاجبين نشرح هاي المجموعه اتمنى تحكوا لي بالتعليقات. تمام هذا هو المطلوب، انه يكون كله كينج اوف جيمز. تمام عم يلعب لي بمجموعه شارك، راح للشارك جدا ممتاز. تمام ولا بطاقة ريتيل. واو ينهي دوره جميل جدا. طبعا راح ارمي هاي، سوي هاي الحركة. لا ما بنقدر نعمل هاي، تنجيب سلاير. سوي كده تمام، نضيف هاي اتاك بوزيشن على اساس انه نهجم. ليتس جو ممكن يعمل برابو. طيب نفعل قدرة سلاير، نفعل قدرة ريفندر. المفروض تكون حماية لها بس اتس اوكي يعني. نجيب هاي نرمي هاي للمقبرة. نهجم الآن. تمام أشوف شو ممكن يعمل الآن. المفروض تكون حماية لها من الكونتينيوس سبيل بس اتس اوكي يعني. تمام جميل جدا، دم معه انمي كنترول. يريد تساوي اكسيد ليفل 4 بدون ما يضحي
بده يضحي في المونستر الخاص فيه. تمام، نجيب بيوس. اوكي طبعا هو بيوس بيلغي المقبرة. تمام. اوكي جرب نرمي هاي. ونساوي هاي الحركة. طبعا لقيت انا محمي من التأثيرات ومن كل شيء. اوكي نشوف شو ممكن الان يعمل. اوكي يا اصدقائي، راح ننهي الان الفيديو لهاي السلسلة. اذا عجبتكم اتمنى تحكوا لي بالتعليقات، صراحة هيك حبيت اسوي هاي الفكرة، فياريت تحكوا لي بالتعليقات هل عجبكم هاي السلسلة ولا لا. اشوفكم على خير يا اصدقائي، في امان الله، سلام.